وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ مصطفى، بالتأكيد استمعت إلى كلمة السيد محمد علاوي، كيف تابعت هذه الكلمة؟ ماذا وجدت فيها؟ بماذا تعلق؟ يعني هذه الكلمة تأتي لرفع العتب وفي محاولة أنا أعتبرها بائسة إرضاء الشعب المنتفض والثائر الذي يرفض ترشيح محمد توفيق علاوي لهذا المنصب. هو حاول في هذه الكلمة كما في الكلمات السابقة التي وجهها، سواء التي أعلن فيها تكليفه أو الكلمة اللاحقة التي بعد تسلمه كتاب التكليف كما يقال، يعني حاول استرضاء الجماهير التي رفضته ووضعت علامات الرفض على صورته وداست صورته بالأحذية وهتفت ضده. حتى هذا اليوم يعني كانت الهتافات واضحة ضد محمد توفيق علاوي. هو يجب أن يعلم حقيقة وهو يدركها بالتأكيد، ولكنه يعني يتجنب الاعتراف بها. هذا الأمر يجب أن يعني يعترف به من كانت لديه شجاعة. يجب أن يعترف بأنه هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. نعم. هو يعني هو مع كونه في السابق كان جزءا من النظام، نظام الفساد والعمالة والإرهاب الذي قتل العراقيين وسرقهم، لكن هو الآن بعد ترشيحه أصبح جزءا أساسيا من مشكلة التصعيد الدموي الذي اجتاح العديد من الساحات. وهو بالمناسبة كما تابعتم أستاذ مصطفى أقر في كلمته باستمرار عمليات القمع ضد المتظاهرين، ألا يعد هذا عجزا من الحكومة ومن رئيسها الجديد، عجزا بالسيطرة على الميليشيات؟ لا، هو لحد الآن ليست لديه سلطة حقيقية في الشارع، هو مجرد رئيس وزراء مكلف ينبغي أن يشكل حكومته ثم يقدمها إلى البرلمان وفق الصيغ المعروفة المعتمدة في يعني تشكيل الحكومات السابقة التي رأيناها في العراق المحتل. هو لحد الآن لم يشكل حكومته وبالتالي ليست لديه سلطة، هذا أمر حقيقي. ولكن ما نعيبه أو ما نسجله عليه هو أنه لم يسمي الجهات التي يعني اقتحمت ساحات الاعتصام التي سفكت دماء الثوار السلميين، لم يسمي إطلاقا أي جهة، هو يتحدث في العموميات. هذه العموميات سبق أن تحدث، لكنه تعهد بمحاسبة المتورطين في قتل الثوار والمتظاهرين. عندما يتسلم زمام الحكم يحاسب. هو الآن المطلوب إخماد كل هذه الثورة وكل هذه الانتفاضة في كل الساحات المختلفة، ساحات المحافظات، لأجل القبول به. وبالتالي عندما يتسلم الحكم، نحن سمعنا كثير من الوعود التي قدمها أسلافه عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونور المالكي، والجميع قدموا وعودا ولم يحققوا على الإطلاق أي من هذه الوعود. وبالتالي الشعب العراقي غير مستعد لخوض مرحلة جديدة أو تجربة جديدة مع شخص جديد جاء ويعني سفك الدماء. يعني مجيئه بالذات حقق يعني أوجد حالة من الإرهاب والعنف وسفك الدماء في بغداد. نعم. وفي النجف يوم أمس، واليوم في كربلاء كانت هناك محاولة أيضا لاقتحام الساحة، ساحة التظاهر. وبالتالي هو كما قلت جزء أساسي من المشكلة، من مشكلة التصعيد الحالية التي يشهدها العراق. يعني هذه عصابات مقتدى الصدر وعصابات الحشد المنضوية معه، والتي هاجمت ساحة التحرير وهاجمت ساحة الاعتصام في النجف. نعم. وهاجمت اليوم ساحة الاعتصام في كربلاء. هذه لماذا هاجمتها؟ هاجمتها لأنها تريد فرض هذا المرشح الذي أمرت به إيران. وهذا ما بدا لافتا أستاذ مصطفى، أن كلمة علاوي تبعها مباشرة محاولة كما تفضلتم لاقتحام ساحة التظاهر في كربلاء، وهذه المحاولة يبدو أنها تحمل رسالة من الجهة المنفذة، رسالة لرئيس الحكومة الجديد.
أنا لا أعرف حقيقة إذا كانت هناك رسالة يعني لهذه العصابة التي اقتحمت ساحة الاعتصام في كربلاء أو حاولت اقتحام ساحة الاعتصام في كربلاء وفشلت بسبب صمود الثوار في الساحة ويعني الذين تصدوا لهم مستفيدين من التجارب السابقة التي حصلت في بغداد وفي النجف يوم أمس. الحمد لله تم التصدي لهذه العصابة، لكن المهم أنه يعني هذه العصابات التي تحاول فرض محمد توفيق علاوي يعني هي من تقوم بهذه الأعمال. لذلك محمد علاوي يجب أن يعرف أنه مرفوض تماما من الشعب ولا يهدد بالاستقالة. هو إذا كان يعني لديه قدر من الاحترام لنفسه ومن الوفاء بتعهده الأول الذي يعني تعهد به في إعلانه لدى إعلانه خطاب تكليفه، يعني يجب أن يستقيل الآن وليس يلوح بالاستقالة. هو أصلا مرفوض من قبل الشعب، وهو قال أنني إذا كنت مرفوضا من قبل الشعب فسأستقيل، ولذلك الآن هو يجب أن يستقيل، لأنه ليس من الناحية يعني ليس من المقبول أخلاقيا وليس من المقبول قانونيا وليس من المقبول حتى على يعني المعيار الدولي أن يكون هذا رئيس الوزراء يصل إلى منصبه عذر الدم الطهور الذي سفك في بغداد وفي النجف وفي كل المحافظات العراقية الأخرى. ماذا لو استلم الحكومة فعلا وبدأ بالعمل ولم يفي بهذا الوعد أنه سيستقيل إذا لم يستطع حماية المتظاهرين؟ هو لن يستطيع، لأن الميليشيات التي جاءت به إلى سدة الحكم والتوافق الإيراني والقرار الإيراني الحقيقة عبر منظومة حزب الله في لبنان التي تتولى السيطرة على العملاء العراقيين، لا يمكن لها أن تسمح لأي رئيس الوزراء مهما كان أن يأخذ مداه في تنفيذ تعهداته حتى إذا كان راغبا. يعني النظام لا يسمح، النظام تشكيلة النظام السائد في العراق لا يسمح بمثل هذه بالإيفاء بمثل هذه التعهدات. هو نظام ميليشياوي قائم على الإرهاب وقائم على سلطة الميليشيات. لو سحبنا سلطة الميليشيات من هذا النظام لانهار على الفور. الميليشيات هي من تمسك ب يعني مقومات هذا النظام وتحاول الإبقاء عليه، وهي من تحميه وهي من تقوده، سواء كانت في مؤسسة الرئاسة أو مؤسسة الوزارة أو مؤسسة البرلمان أو الأجهزة الأمنية والعسكرية الإرهابية الحقيقة، وليس القمعية فقط، الإرهابية التي تمارس إرهابها وقد رأيناه بكل وضوح. النظام لا يسمح، آليات النظام لا تسمح، وبالتالي سيكون محمد توفيق علاوي ألعوبة بيد هذه الميليشيات التي جاءت به والتي توافقت عليه للإتيان بشخص ضعيف حتى أضعف من عادل عبد المهدي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية والإرهابية تحت شعبه. أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.